لو الحكاية فيها إن فيجو تدور وجودا وعدما مع الشرعية الموضوعية. بمعنى إنها إذا لم تراعي إجراءات بصفة صحيحة وحق المشكو في حق وحق في الاطلاع وفي حضور التحقيقات وفي سماع الشهود شهود الإثبات، فهذا يترتب عليه بطلان إجراءات المحكمة. تمام. ولذلك كما قال أستاذ علي أنه لابد من علانية الجلسة في محاكمة المستشار زكريا حكيم. ثانيا أن محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز إبان فترة أن مدة مجلس إدارة نادي القضاء قد انتهى وأمامه فرصة لترشيح نفسه رئيسا للنادي مرة أخرى ومحاولة النيل منه لتقديمه للمحاكمة، هذا يمثل نزاعا في السلطة القضائية يحبط وجود هذه السلطة ويدمر ثمرة أعمالها ويقيمها في مكانها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الإمكان. ولذلك هو الطلبات الرئيسية الآن عن إيه الجلسات؟ وتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف الخصوص. تمام، شكرا يا فندم، شكرا.